شقيق شيخ الأزهر يكشف حقيقة مرض الإمام أحمد الطيب. طورت الحالة الصحية لشيخ الأزهر أحمد الطيب وموعد انتهى رحلته العلاجية. السلام عليكم وأهلا ومرحبا بكم في قناتكم كرة شراب. لطفا قبل أن نبدأ فلا تنسوا أن تدعمونا بلايك أسفل الفيديو حتى نوصل هذا الفيديو ل9000 لايك. لو بتحب شيخ الأزهر ما تنساش تضغط لايك أسفل الفيديو، فهذا يساعدنا كثيرا في معرفة عدد المتعاطفين مع شيخ الأزهر. ولا تنسوا أن تضغطوا اشتراك في القناة وتفعيلوا زر الجرس لكي يصلكم كل جديد أولا بأول. شقيق شيخ الأزهر يكشف حقيقة مرض الإمام أحمد الطيب. كشف الشيخ محمد الطيب الشقيق الأكبر لشيخ الأزهر أحمد الطيب أن شقيقه بخير الصحة لما تردد عن مرضه أو تعرضه لعملية جراحية. وفي تصريح لقناة تين قال الشيخ محمد الطيب: تعودنا منذ أن تولى مشيخة الأزهر من 10 سنوات على ظهور الأكاذيب إن كان من جهل أو حاقد، وتابع أن شيخ الأزهر لم يجري أي عملية جراحية كما زعم البعض، لافتا إلى أنه كان لديه 3 مؤتمرات في إيطاليا واستغل تواجده في إيطاليا ليسافر بعدها إلى ألمانيا لإجراء بعض الفحوصات الطبية الروتينية. ولفت إلى أنه يتواصل مع شقيقه يوميا مشيرا إلى أن شيخ الأزهر يجري فحوصات على العمود الفقري في ألمانيا. تطورت الحالة الصحية لشيخ الأزهر أحمد الطيب وموعد انتهاء رحلته العلاجية. في إطار متابعة الحالة الصحية لفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، يستعد فضيلته خلال اليومين القادمين لمغادرة ألمانيا حيث انتهى رحلته العلاجية التي بدأت الثلاثاء 21 سبتمبر والتوجه إلى العاصمة الإيطالية روما. وبحسب ما أعلنته مشيخة الأزهر فإن فضيلته سيشارك في أعمال مؤتمر قمة قادة الأديان من أجل تغير المناخ تحت عنوان الإيمان والعلم في 4 أكتوبر، والذي يعد تمهيدا لمؤتمر الأمم المتحدة 26 لتغير المناخ بحضور القادة السياسيين في الفترة ما بين 31 أكتوبر وحتى 12 نوفمبر من العام الحالي. كما يشارك شيخ الأزهر في اجتماع قادة الأديان بشأن التعليم تحت عنوان نحو اتفاق عالمي من أجل التعليم في 5 أكتوبر، والذي يوافق يوم المعلم العالمي. ومن المقرر أن يشارك فضيلته قادة الأديان في توجيه التحية وشكر للمعلمين والمعلمات حول العالم. وكشف الشيخ محمد الطيب الشقيق الأكبر لفضيلة شيخ الأزهر عن تطورات الحالة الصحية للدكتور أحمد الطيب في تصريحات تلفزيونية أن فضيلته يجري جلسات علاج طبيعي على الفقرات القطنية بالعمود الفقري، حيث شعر فضيلته في الأيام السابقة بآلام أدت إلى وجود التهاب. وبناء على نصائح الأطباء المتابعين لحالته تم السفر إلى ألمانيا. وفي بيان رسمي صدر من مشيخة الأزهر أوضح أن فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف أجرى جلسات علاج طبيعي على العمود الفقري في أحد المستشفيات الألمانية المتخصصة بعد أن تلقى توصية من عدد من الأطباء المصريين المختصين بالسفر إلى ألمانيا لإجراء فحوصات دقيقة على منطقة الظهر والعمود الفقري. وتبين بعد إجراء الفحوصات اللازمة أنه بحاجة إلى علاج طبيعي مكثف على الفقرات القطنية، وفضيلته الآن بخير والحمد لله. الأزهر يصدر بيانا على صحة الشيخ أحمد الطيب بعد علاجه في ألمانيا. خضع شيخ الأزهر أحمد الطيب لجلسة علاج طبيعي للعمود الفقري في ألمانيا بعد توصية من أطباء مصريين له بإجراء فحوصات دقيقة لمنطقة الظهر والعمود الفقري. إن فضيلة الإمام الأكبر أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف أجرى جلسات علاج طبيعي على العمود الفقري في أحد المستشفيات الألمانية المتخصصة بعد أن تلقى توصية من عدد من الأطباء المصريين المختصين بالسفر إلى ألمانيا لإجراء فحوصات دقيقة على منطقة الظهر والعمود الفقري. وتبين بعد إجراء الفحوصات اللازمة وعرب عن تقديره بكل اعتزاز المشاعر النبيلة والدعوة الصادقة والمحبة الحقيقية التي أظهرتها جماهير المصريين والمسلمين من حول العالم لفضيلة الإمام. وتابع أنه من المقرر أن يغادر فضيلة الإمام الأكبر مطلع الأسبوع المقبل متوجها إلى العاصمة الإيطالية روما للمشاركة في أعمال قمة الأديان من أجل تغير المناخ تحت عنوان الإيمان والعلم في 4 أكتوبر، والذي يعد تمهيدا لمؤتمر الأمم المتحدة 26 لتغير المناخ بحضور القادة السياسيين في الفترة ما بين 31 أكتوبر وحتى 12 نوفمبر من العام الحالي. كما يشارك شيخ الأزهر في اجتماع قادة الأديان بشأن التعليم تحت عنوان نحو اتفاق عالمي من أجل التعليم في 5 أكتوبر، والذي يوافق يوم المعلم العالمي.
وأجرى جلسات علاج طبيعي على العمود الفقري في أحد المستشفيات الألمانية المتخصصة بعد أن تلقى توصيه من عدد من الأطباء المصريين المختصين بالسفر إلى ألمانيا لإجراء فحوصات دقيقة على منطقة الظهر والعمود الفقري. وتبين بعد إجراء الفحوصات اللازمة وعرب عن تقديره بكل اعتزاز المشاعر النبيلة والدعوة الصادقة والمحبة الحقيقية التي أظهرتها جماهير المصريين والمسلمين من حول العالم لفضيلة الإمام. ومن المقرر أن يغادر فضيلة الإمام الأكبر مطلع الأسبوع المقبل متوجها للعاصمة الإيطالية روما للمشاركة في عمل قمة قادة الأديان. شقيق شيخ الأزهر يكشف حقيقة مرض الإمام أحمد الطيب. كشف الشيخ محمد الطيب الشقيق الأكبر لشيخ الأزهر أحمد الطيب أن شقيقه بخير لصحة لما تردد عن مرضه أو تعرضه لعملية جراحية. وفي تصريح لقناة تين قال الشيخ محمد الطيب: تعودنا منذ أن تولى مشيخة الأزهر من 10 سنوات على ظهور الأكاذيب إن كان من جهل أو حاقد. وتابع أن شيخ الأزهر لم يجري أي عملية جراحية كما زعم البعض، لافتا إلى أنه كان لديه 3 مؤتمرات في إيطاليا واستغل تواجده في إيطاليا ليسافر بعدها إلى ألمانيا لإجراء بعض الفحوصات الطبية الروتينية. ولفت إلى أنه يتواصل مع شقيقه يوميا مشيرا إلى أن شيخ الأزهر يجري فحوصات على العمود الفقري في ألمانيا. تطورت الحالة الصحية لشيخ الأزهر أحمد الطيب موعد انتهاء رحلته العلاجية. في إطار متابعة الحالة الصحية لفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، يستعد فضيلته خلال اليومين القادمين لمغادرة ألمانيا حيث انتهى رحلته العلاجية التي بدأت الثلاثاء 21 سبتمبر والتوجه إلى العاصمة الإيطالية روما. وبحسب ما أعلنته مشيخة الأزهر فإن فضيلته سيشارك في أعمال مؤتمر قمة قادة الأديان من أجل تغير المناخ تحت عنوان الإيمان والعلم في 4 أكتوبر، والذي يعد تمهيدا لمؤتمر الأمم المتحدة 26 تغير المناخ بحضور القادة السياسيين في الفترة ما بين 31 أكتوبر وحتى 12 نوفمبر من العام الحالي. كما يشارك شيخ الأزهر في اجتماع قادة الأديان بشأن التعليم تحت عنوان نحو اتفاق عالمي من أجل التعليم في 5 أكتوبر، والذي يوافق يوم المعلم العالمي. ومن المقرر أن يشارك فضيلته قادة الأديان في توجيه التحية وشكر للمعلمين والمعلمات حول العالم. وكشف الشيخ محمد الطيب الشقيق الأكبر لفضيلة شيخ الأزهر عن تطورات الحالة الصحية للدكتور أحمد الطيب في تصريحات تلفزيونية. والآن أعزائي المشاهدين أعتقد أننا وصلنا إلى نهاية الحلقة، ولكن قبل أن أنهي حديثي سأطرح عليكم سؤال وأتمنى منكم المشاركة بأرائكم في التعليقات: ما هو سبب مرض شيخ الأزهر؟ لا تنسوا أن تشاركوا بأرائكم في التعليقات، ولا تنسوا أن تضغطوا لايك أسفل الفيديو من أجل دعمنا. وفي النهاية أتمنى منكم الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس لكي يصلكم كل جديد أولا بأول. وقبل أن ننهي الفيديو كالعادة لا تنسوا الصلاة على النبي.